أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 16 شخصا توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا المحاصرة من قبل قوات النظام السوري وعناصر من حزب الله اللبناني، وذلك منذ أن دخلتها قوافل المساعدات الإنسانية في منتصف الشهر الجاري. من جهة أخرى، قالت المنظمة إنها تقدر ب 320 عدد حالات سوء التغذية في المدينة، بينها 33 حالة سوء تغذية حادة تعرض أصحابها لخطر الموت. ينضم إلينا من مضايا عبر الهاتف الناشط الميداني كمال الشامي. سيد كمال، كيف يبدو الوضع لديكم وكيف نفسر وفاة هؤلاء المدنيين رغم دخول المساعدات الإنسانية إلى البلدة؟ أهلا وسهلا بك يا عمتي الكريمة. منذ دخول قوات المساعدات من القوى المتحدة إلى اليوم سقط هناك نحو 12 حالة وفاة في منطقة مضايا البقرين، وكان جلهم من الأطفال نتيجة سوء الوضع الصحي والحالة الطبية. فمنذ دخول الأمم المتحدة وعدت إخراج الحالات الطبية التي يبلغ تعدادها أكثر من 400 حالة، ومفترض إخراج المشاريع للنظام لنشر ومشاريع تجد إخراج دوامهم. لكن الحالة الطبية هنا سيئة جدا، وكمية المعونات التي دخلت لا تكفي العائلة إلا لمدة 15 يوم، وكمية الدواء التي دخلت أيضا لا تكفي إلا لبعض الحالات. هناك بعض نذكر هنا أن عندما قام الهلال الأحمر بإخراج حالتين من الحالات السيئة، توفيت حالة منهم في مشافي دمشق وقد عادت جثتها إلى هنا. وفي حالة أخرى أيضا سقطت حالة أمام أعين الهلال الأحمر، وقد اعترف الهلال الأحمر والصليب الأحمر بحال وسوء الوضع الصحي الموجود في منطقة مضايا البقرين. شكرا جزيلا لك الناشط الميداني كمال الشامي من مضايا، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر.